السلام عليكم. سميتي مراد، عندي 24 عام، كبرت اخوتي في الدرب في الغربه في الجديده بالضبط. المهم في كل صباح كنفيق كنحل عيني كنتلاقى مع الخنز كل صباح، راه دارنا فينا هي اون فاس مع البركاسه، فين ما كيلوحش واحد شي حاجه ما كيجوش بعد هاد الناس، فهمتي؟ ما كيجوش نهائيا، ما كيحيدوش الزبل. الدري صغير كيلعب هنا، انت اخوتي راه كابرين حنا مع النعاج ومع الكلاب حاشاكم. هذوك الناس راه هما راه عندهم شي 14 كلب، راه عاديني اكثر من جوج مرات عاديني الكلاب. الا جيت نهضر اخوتي راه غنتعصب، انا دغيا كنتعصب. ما علينا، الدرب معايا دور اخويا، غندورك الدرب كامل، غتشوفوا ولاد دربنا على البطاله. دابا دزنا وشفنا جوج دراري مريحين لينا كيشربوا، اشهبط هذا الدري الصغير عنده 15 عام شاد الميكا بالليل، والله اخويا ما تدخل كتدخل ولاد الدرب، ولاد دربنا ولينا كنتكريسو في دربنا. انا ما ندويش على راسي، انا بنادم ما غيكريسينيش، كندوي على خواتاتي وعلى والديا وعلى خوتي الصغار. اش غنقول لك اخويا، وحنا راه فهمتي كندوي معاك وكنترعد، راه غنخرج انهبطو، والله خويا شي غيضرك راسك، كضربها دوره باقي الناس فهمتي، باقي الدراري باقي ما خرجوش كيخرجوا حتى الليل. المهم انا راك الرابي، راه النص في الجديده كيعرفني، ام سي يو بي كلشي كيعرفني، يعني منك الرابي راك الرابي على دربنا، ومازال كنزيد كنبغي نعطيك كثر كثر، وكنخاف على امي حيت لدويت كثر لدويت على شي حاجه غنمشي للحبس. السلام عليكم. بعدا خويا كندوي بالنسبه لهاد الساكنه ديال الغربه بصفه عامه، حنا بغينا نعرفوا هاد المستشار الجماعي اول حاجه بعدا اللي شاد هنايا. انا بعدا ما تنعرفوش، اقل حاجه بعدا كتكون غير مثلا موت ولا شنو، الخزانه ما كايناش، نمشيو حنا تنطلبوها من الدواور المجاورين باش حنايا ناخذوا خزانه. وبغينا دابا نعرفوا وين حنا من عند الحقوق، ابسط الحقوق بعدا اللي هي شكون على الاقل بنادم الاناره، هذه بعدا حاجه ضروريه بعدا بنادم في الليل والعشوائي راك عارف. وبغينا ثاني حل دابا لهاد الحفار، هاد الخنز هذا دابا اللي شي تكب وما تما عندوش فاش يمشي، فين تيمشي الله اعلم. وعلى الاقل دابا كاينين حفاري دابا هنايا، ما كتبغيش كتبغي غير تنكسهم، مشكل ما كاينش فيه غير تنكس، ما كاينش، والثمن عاوتاني غالي باش غادي تنكسهم. حنا بغينا حتى حنا يديروا معنا شي حل، حتى حنا ونعرفوا، حتى حنا راه كنخلصوا واحد الضرائب اللي هي حتى حنا واحد من المواطنين وواحد من الشعوب. المهم السلام عليكم. كما دو معاك ولاد دربنا على الدرب عندنا، حنا كنعيشوا في درب فيه الزبل، فيه القوادس، فيه هادي، ما عندناش واد الحار، كاع الدروب دخلوا للواد الحار اللي دربنا حنايا، ما عرفتش الغربه واش ناسينا. دوزوا من حدانا طريق اللي مطلعه ما عرفتينا اقامه كاينين القدام، ما تسوقوش لينا حنايا. الضو عندنا دايز ب 160 فولت، كحسبوا لينا 220 وبزاف ديال الفلوس، وعارفين حنا ساكنين في حي عشوائي. شوفوا كنا نهار الصباح كنشموا ريحه الخنز، كنشموا غاديين الحمام دايرينو بعيد علينا بكيلومتر، ما كاينش شي حمام قريب لينا. الصباح كتبغي تمشي نقل الخدمه ولادي، النقل عندنا ديال الطوبيسات وداك الشيء قليل، الطوبيس كيجيك العام ولا جاك كيجي عامر، ما فيهش الكراسي بزاف، كنعانيو من بزاف د الحوايج حنايا. الدراري الصغار هما واش ما دايرينش تمشى، كانوا مكلينا شي حاجه فين يلعبوا، شي تيران بنو ولا ما قريب هنايا، كيف ما كيقولوا اي مسؤول فما كنتخبوا عليه كيقول غندير لكم تيرانات، غنزيد لكم شي حاجه، صافي ما كتشوفي غير نهار انتخابات، من بعد ما بقاش تشوفي كاع هادشي اللي كنعانيو به حنا. الخدمه ما كايناش عندنا حتى حاجه، ما مكلينينا في هاد الدرب هذا، حسنا عجاو من اللور داروا لي مواد الحار، دوا ابراهيم الشاب فهمشي كلشي بدا كيت، حنايا عندنا الحار داخلين على مسؤولين على البلديه، وما كاين لا واد الحار لا والو، انت الواد الحار كتشوف قوادس، دور الدرب عندنا كامل عامر قوادس، رساله مسؤولين هما يشوفوني يجو يجي يعيش معنا نهار واحد، نلقد يصبر يباش هنا الناس راه ساكنه واحد الخنز حدا الحفره، الحفره اللي كيدوز منها الخنز ها، والقوادس مجموعه الناس ساكنين هنايا، جي لقيتي تنعس لقيتي تنعس نهار واحد حتى ولادك هنايا ما صبحتيش بوق من عينيك ولادي، حنا ما دوشنا على حقنا حنا. كيجي انتخابات كيجي غندير ليك غندير ليك غندير ليك، بنادم هنايا شو وحدين هنايا الله يديهم، ديك اللعبه كي بلا ما فهمتش كيلعبها مي فهمتي فلوس هذيك كيجي كيصوت عليك لعبه كي فهمتي بحال اللي كيبيع راسو بديك 200 درهم، ولكن هذيك 200 درهم حنا ما دير حتى شي حاجه، حنا باغيين شي حاجه من القدام ماشي فهمتي ديك اللعبه نرجعوا للور. شوف اخويا الطريق راه كانت هنا الروضه، الحي ديال الروضه كانت هنايا، من يدوزوا هاد الناس دوزوا الطريق، شو الطريق فين دازت فهمتي، دازت من هنا وضربوا النص ديال الروضه، راه الناس اخويا راه موتوا ما قالوهمش، غدا حنا اللي حيين غيبقاو ادو فينا، راه عيب ما بقيناش اخويا باغيين هذا الشيء، راه بغينا خوتنا خويا، بغينا الناس اخويا يعيشوا بيس فهمتي، بغينا حنا الدراري ولادنا وخوتنا الصغار يعيشوا احسن منا، حنا عايشين في الدل ما بغيناش هما يعيشوا في الدل، لما انت واحد النهار تقدر انت غيجيبوك من تما وغيدفنوك هنا وغيدفنوك في الشارع، راه حشومه اخويا.
وانا اخويا كنطلب اخويا من المسؤولين ديروا لينا شي حل. هادشي راه بزاف الروضه، راه خاصكم تزيدوا فيها، راه خاصكم ماشي تنقصوا منها. بحال زدتوا نقصوا من هنا زيدوا من الجهه الاخرى وشريوا ارض، ماشي تبقاو تطمعوا في الناس اللي ما عندهمش. هذاك اللي ما عندوش مسكين كيعطيك ارض منك تقول له عطيني ارض، راه ما يقدرش يخسر لك. انت شريها من عنده، عاونوا باش الروضه تكبر. من كيموتوا خوتنا خويا ووالدينا كيموتوا، والله اخا ما كنلقاو فين ندفنوه. ما انت الضرب طلعنا غتبان لك الروضه يا عمرات. اش اللي غنقول لك اخويا؟ وهذا الشيء راه بزاف، ويا ربي دير الشاول ديال الخير. وهذوك الناس ما نسمحوش لهم حتى لعند الله. هذا الشيء اللي غنقول لك، وشكرا اشواق.